خلينا نشيك هنا في خريطة. خريطة شو اسمه الطابق الأول للمكان، والطابق الثاني بعد حصلنا، والطابق الثالث بعد. اوكي ايش هذا؟ اوه لغز، يكون هذا حق القطع النقدية، يشبهها اذكره كده، بس ليش موجود هنا في بداية الشقق؟ غيروا. يقول لك خلنا اقرا 3 brief coins in the 5 holes، يقول ثلاث قطع نقدية في الخمس شو اسمه فتحات. الأولى sits the maiden underneath the tree. الميدن أو ما أدري إيش ميدن بالعربي، التي قاعدة تحت الشجرة. The wind from behind the maiden doth blow a beautiful flower alone has grow. وراها يقول لك وردة فيها هوا ما أدري إيش. And here comes the man so sleek and so fine the pale moonlight his eyes. طبعا Silent Hill دقيقة، ما أتوقع عندي أي شو اسمه، ما عندي أي معروفين بالش اسمه ألغازهم. وصراحة وحشوني الألغاز العدلة. ريزيدنت إيفل في الفترة الأخيرة كل ألعابهم ألغازهم سيئين. أي رصاص، يلا نستمتع بالألغاز. شو اسمه مجمع الشقق هذا قفل، وهذا الدرج ايش هذا؟ علاج، هذا زي الحمام. لا كيف هذا درج يا حبيبي، استقبال. قفل الباب قبل لا نركب، نشيك على الجهة الثانية. هذا الباب يبغى لي مفتاح. اوكي هذا اوه اوكي قريب نحصل مسدس مالهم، قاعدين يعطوني هانجاند امو على قولتهم. يلا نركب فوق. هلو ايش الصوت هذا؟ Is anyone there? خلينا نشيك على الطابق الثاني اول شيء. هذا بعد مقفل، هذا وين بودينا؟ ودينا للشقق اللي في شقق من هذه الجهه. شقق 203 اطلع على برا. نايس اوه تماثيل او مانيكنز على قولتهم. الفلاش لايت اخيرا. عدو المانيكن. او شفت كيف اسوي دوج؟ سوي دجاج. مفتاح وش مكتوب؟ شوتو كورتيارد كي، ما ادري وش الشوتو بالانجليزي. قفلوا اللعبة مترجمة بس. كده صار عندنا فلاش لايت. شقة 205 اوكي، ما عندنا مفتاح هذه الشقة. عندنا مفتاح شي حق شو اسمه حديقة المبنى، ما اتوقع المفتاح يفتح هذا بعد. اوكي خلينا اول شي نركب للطابق الثالث ونشيك. وش عندنا هنا يا حبيبي؟
باب بدون روايه او يده. الموجود هنا رصاص. ما ادري ليش مو راضي يفتح الخريطه. اوكي فتح الخريطه. هذا الطابق الثالث ما نقدر نسوي فيه شيء. سكر وما نقدر نروحه من هذه الجهه. الطابق الثاني عندنا شقه نحتاج مفتاحها. شقه رقم 202 دخلناها واخذنا الفلاش لايت. حصلنا مفتاح ما ندري وش نسوي فيه. خلينا ننزل تحت نشوف اذا نقدر نستخدمه في واحد من هالابواب مثلا هذا الباب. انا ما في مفتاح اصلا صح؟ ما نقدر. اوكي شيك هذا اللي على اليمين. في باب اقدر شيك عليه. هذا اوكي مفتاح يروح هنا. طلعنا برا. alright اتوقع يبغون نروح هنا بس خلينا نشيك اول شيء. warning garbage shuttle out of order. يقول لك حق الزباله ما يشتغل لا تستخدموه لين ما يتصلح. اوه دقيقة هذا يبغون نجيبه هنا. لا تركه فوق دقيقة. استنى استنى يا جيمس خلينا نشيك. وين انا بالضبط؟ اوكي هذا مسكر. اوكي ما نقدر نروح هنا. بشيك على الباب قبل لا ادخل لان ممكن الباب يكون مسكر وما يمدينا ندخله من هذه الجهه اتوقع يعني. الرسومات اللي على الباب شفت. يقول لك اعطوني تروفي حاول تفتح 50 باب مسكر. شال التروفي التعبان هذا. اوكي ندخل من هنا يعني. احنا في شقة 112 112 كل 112 يا عبد الله. 112 اوكي. هذا تشوف تكلم عن والتر سيلفن اللي لعب سايلنت هيل 4. سايلنت هيل 4 تتكلم عن قصة والتر سيلفن اللي هو قاتل متسلسل. انا مخرج شقة صح؟ اجل هذا وايش الباب؟ ما اشتغل. اوكي. اوه دخلنا الممرات الضيقة. هذه الشقة 109. اوكي 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 جيمس اشرب. تبغى المسدس يا حمار خلعني والله ما انتبهت له. متغبي هنا السبال. هولان كله فازي ما في شيء.
لحظة، أنا جيت من هنا صح؟ أوكي. 110 سكر. ما بيحتاج مفتاح. أوه نفس المفتاح اللي حصلته ها؟ أوكي هذا الجهة الثانية. أتوقع. أها سوينا ني. اللاك. أوه المفتاح. من هي هذه يا ترى؟ هذا أول ظهور إلى لورا، بعدين نعرف وإيش فائدتها. أوكي يبغونا نطلع من هنا، نطلع من هنا، نجي من هنا. كيف؟ يلا نشوف. فتحنا هذا، نرجع الآن. اوه صوت. اه هذا انفتح الان. صراصير ولا وش السالفه؟ هذا مشيك على كل الابواب. احنا وين الان؟ شقة 108. اوه هذا لغز ثاني، حصلنا لغز. اتوقع هذا يعطينا شو اسمه؟ قطع نقدية. اوه نايس. Golden Apple Handle. عطونا يدة باب. تفاحة ذهبية. هذا هو المفتاح اللي نبغى ناخذه. مفتاح هولواي حق الطابق الثاني. اوكي. اوكي بيانو. هو جيمس يعرف يلعب بيانو؟ ما شكله يعرف. Quite the artist. لورا الطفلة مثلا راسمة على هالمكان. What the artist. اوكي الان حصلنا المفتاح، نروح للطابق الثاني الان. عدل عدل مكاننا عدل. بوم. روح الطابق الثاني. اوه هذا انفتح الان. دقيقة خلنا نروح نشيك هنا. دوج. Oh!
الحين في هنا شقة واحدة بس 101 دينا على الفاضي. yeah. اوكي في شقة ثانية، في شقة ثانية يمكن هذا السبب اللي ما جينا على الفاضي. مفتوحة، مفروض مفتوحة. لحد الآن مغيرين كثير عن شو اسمه اللعبة الأصلية، الأماكن وين تروح وين تجي، يعني في تغييرات. صورة فالنتاين داي مكتوب 4. كيف؟ يلا خلينا نركب فوق نشيك. الطابق الثاني. توقع المفتاح لهذا الباب. هذا بودينا. اوه. لا نص الشقة، كل الشقة تقريبا. اوكي. دل عنك. عايش موت. طلع دم ممتاز. هنا اي ما يمدي نروح من هنا. اوكي روح سيدا. Pyramid's head. Okay. مع السلامة. ندخل هذه الشقة. اوكي ما نقدر ندخلها، نحتاج مفتاح. مئة وثلاثة مفتوح. اوه هي الظلمة، ما في ظلمة بظلمة. ايش في هنا؟ ما انا ملاحظ شيء انا. اوكي وين جينا احنا الحين؟ وين كان برمتهد؟ برمتهد كان من هناك ها، في قريب 209 ها. برمتهد راسل من الهرم. هل احس يحتاج شو اسمه يد عشان ينفتح؟ اوه اتوقع اليد للطابق الثالث. يقول لك بسبب التصليحات شو اسمه العايشين في شو اسمه ما يروحوا للطابق الثالث. اوكي ممنوع روحه الطابق الثالث. يبغون مفتاح حق قفل. قفل. الوحيد المفتوح of course.
اوه اثار رصاص. اها مسدسنا. هولد واطلق. بس نو 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 ما نبغى نستخدم المسدس، نحافظ عليه لبعدين. خلينا شو اسمه نخليه عندنا الحين. اوكي اتوقع خلاص حصلنا كل شيء في هالمكان. الحين خلينا نروح الطابق الثالث. ليش طلعت المسدس؟ ما ابغى استخدم المسدس. ادري خلنا نستخدمه لاول عدو يطلع بوجهي. اوه مفتاح 212 وعندنا جثة هنا قاعد تشاهد تلفزيونها. طبعا لو تلاحظوا الجثة تشبه جيمس او مسويه على الموديل جيمس. هنا مغطي وجه الجثة. اوكي 212 ها. مئتين واثناش على يساري بالضبط. هذه هي. اوكي بيطلعونا على البلكونة. الأصوات كريبي. هاي دخلنا على 210 المكان اللي كان فيه برمج هاد. تعال براويك. هذا طلعنا برا. خذ الرصاص يا جيمس. كاني ما اشوفك ها. سوي داج بعد. دقيقة الحين عندي دقيقة عندي المسدس صح؟ أنا بجرب لو عندي مسدس هلا أقدر أستخدم العصا؟ أوف كسرت التلفزيون. صورة شكلها من دول الصور الكولكتبلز. ما أدري قبل لا أروح ودي أروح أشيك على الباب أو الطابق الثالث. ادري خلينا نشيك هنا. هنا كان في بيرمت هاد بس مو موجود. خلينا نشيك هنا ونرجع بعدين. هذول ما خسر على الرصاص. انا اسهل من المانيكن. المانيكن لكن بلكونة بس مسكر ما عندنا نروح. ايه مسكر. اوكي نزلنا تحت. وين نزلنا؟ ها صار شوركت. شوركت صح صار. اها نايس I like it. حركة حلوة صراحة.
Welcome home. يا القدر. Welcome home. وش استفدت عجل؟ هذا الباب مقفل. تعال. سوي داعش بعد. صخة هذا الموجود بس في هالمكان. Alright. شقة 208 208. You must think I'm cruel, قاسي, but this prison is of yours own making. The choice was yours, the watch I watched you make it over and over again. This time's not gonna be any different, and I'll be watching. Oh, واحد ثاني. هذا مكان التفاحة. شو المكان الغريب؟ غرفة سرية بس يخلوني اطالع. اطلع يا ابو. اوكي. سكر. Right where the rooftops peer through the night left our homebound footprint with no owner. Insect but has found home. Oh, please, pray tell, or a river of memories leading right to this hell. Tijuri. Okay, عندنا تجوري نحتاج نفتحها. هذا مكان غريب. نحتاج نفتح تجوري. الحل اتوقع موجود هنا. Right where the rooftop breaks through the night left our homebound footprint is known on site but has found home. Please tell. Okay, يلا عاد خلينا نحصل الحل الحين. Right, left. Oh.
right where the roof tops be through the night. Left are homebound footprints with no owner inside. هذا هو الحل. 5 4 7 5 4 7 نو 5 5 1 2 3 4 7 نو شوف الحل اللي شفته أنا هو هذا الحادة بس حاولت كم محاولة ما عرفت أحله. يقول لك روف توب بي ثرو ذا رايت رايت مكتوب كم 7 وتو ذا ليفت يقول لك خطوات. الخطوات كم خطوة هنا 4 خطوات. أوكي صراحة شفت الحل في اليوتيوب بس لحد الآن ما فهمت الحل. أنا راح إلى 13 7 11 وحصلنا اول قطعة نقدية بس ليش كيف شوف شوف الحل هو في هذا البيت بس كيف يوصل الى 11. اوكي 13 انا ما فهمت 11 ممكن تجمع السبعة والاربعة اربع خطوات تصير 11. 13 من وين جت لحد الان؟ هذا اول لغز وعلى طول دختنا. هذا 13 يقول لك لو رحنا يقول لك right where the rooftops peer through the night. السقف يخبق السماء. هذا هو رقم 13. هذا اول رقم بس 11 وين اجل 11 وين؟ left homebound footprint with no owner in sight but has found home. لحد الان ما فهمت انا شو اسمه بس فهمت ان هذا 13. اوكي 7 تالي 11 بس يلا المهم حليناه. ما انا افضل واحد في حل الغاز بعترف انا. اوكي طلعنا من الغرفه رقم 206 فنروح يسار الحين. في العلاج خلاص خلي الراديو ينطفي. مفتاح حق الدرج. فتحنا هذا هذا اوريدي يجينا منه يودينا للسبعة. 7 عشان نقدر نطلع اتوقع. خلنا نشوف الان نقدر نفتح هذا المكان او هذا الممر. هل بدنا نفتحه؟ اي بدينا نفتحه. اوكي الحين انا ما نعرف وين نروح الحين. اتوقع نروح ممكن الطابق الثالث. نشيك على الباب هل عندي مفتاح. ما يمدينا اروح الطابق الثالث من هنا. خلينا نشوف الايتمز اللي عندنا ونشوف وين نقدر نروح الحين. كي ايتمز عندنا مفتاح سكند فلور سمول ستيركيس كي حق الدرج. حق الطابق الثاني خلينا نروح ونشوف السالفة.
اوه هذا الباب اللي قدامي. سيره سيره شفته شفته الباب. الباب مفروض يكون هنا في هذا الطريق. هذا هو الباب اول مره اشوفه. لا لا هذا حق مكتوب انه في اعمال في هالش اسمه. هذا حق القفل. اوكي شفته 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 بس نسيت. اي سوي سيف. عندنا الحين فوق وتحت. خلينا ننزل تحت اول شي نشيك. كم رصاصة عندي؟ اوه 27. وين ودانا هذا؟ طابق الاول. انا مقفل صح؟ فتحناه. اوكي اوكي عرفت وين الحين احنا. اوكي جينا من هنا صح؟ لو من هنا. لا لا من هنا من الدرج جينا. نشيك على هالشقتين موجودين هنا. في صوت. اوه هذا حبيبنا. دقيقة خلينا يلا يلا نروح نقابل. اوه في جثة في الثلاجة. Hey, who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. It was like that when I got here. يقصد الجثة اللي في الثلاجة. Oh, you mean the man back there in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. It's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Okay. Eddie. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. مو من هالمكان. هو مو من المدينة. Something brought you here. Yeah, you could say that. She jumped in the arena. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. Yes. Might be best if you just get out of here. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. بعد ما يحصل اللي يدور علي. I need to find someone. Yep. Oh. Eddie. Be careful. Yeah. You too. خايف عليه يا جيمس؟ توك مقابلنا؟ اوكي الشقة هذه بتطلعنا الى مكان الى الفناء. مرة ضربتين ضربة طول. اوكي عندنا باب هنا دخلنا دخلنا وين؟ هذا رجعنا الى الشقة او المبنى. اوكي اللي اذكر ان في شيء في البركان تحتاج ناخذه.
Wood side bath mats. شكلي احتاج ارجع الى المكان اللي جيت منه. بس هنا في باب بس ما اقدر ارجع منه. الا اقدر اوكي نفتح مول الله. خلاص رجعنا هنا. والان نرجع نركب عشان نروح الطابق الثالث. نجي من هنا ومن هنا بنوصل الى الدرج. اوكي انا كنت من برا. اوكي الحين عرفت وين انا بالضبط. الحين عندنا عملات. خلينا نشيك على العملات دقيقه. كوين سنيك قطعه نقديه كبيره عليها شو اسمه رسمه حيه. العكس شو اسمه العكس في شو اسمه ورده. هذا المكتوب كي ايتمز. نروح لهذا يقول لك حق الرجال a large coin with the face of a man on the reverse side. على الجسم الجهة المقابلة في صورة سيف. هذا اتوقع مهم عشان حل اللغز. الحين يلا نركب فوق نروح الطابق الثالث. لحد الان ما شفت لغز الساعة. في لغز الساعة بس مو موجود في المكان. مفروض حصلناه من زمان. ممكن غيروه ما ادري. الطابق الرابع مسكر. الحين نشيك على الطابق الثالث نشوف ايش عندنا. عندنا يمين ويسار. يسار كان مقفل. او لا مو مقفل. جاهز حالك لكن وين انا الحين؟ بشقة 311. اطلع اشوفك. الحين مشكلتي انا العلاج. ابغى علاج. ما يظل عندي علاج ابدا. خلاص اوريدي خسرنا العلاج. بس لا نستخدمه على طول. خله هذا ودانا للشقة 309. الرصاص قاعد يتجمع عندي. تعرفوا ليش انا قاعد شو اسمه ما انا قاعد استخدم الرصاص؟ اوكي دقيقة. قبل لا نروح I know there's something here. I know I can feel it. It all looks normal, but it's not. It's underneath. Bolson trying to get out. It's trying to get out. Or should I get in? I have to uncover it. Peel it off layer by layer so I can see it. I know it's there. مسألة غريبة مرة ثانية. إذا سندينا نروح
هنا. بسم الله والله قلبي. سويت دعش. ما عندي علاج. انا جيت من هناك انا مقفل. وين راح؟ احتاج هذا. اعطيني اعطيني شربه. شوف الفتحة بس خلينا نقتل هذا. يعني انت هربت. تضرب مرتين. في ورقة. I was wrong. No, I wasn't, but I wasn't entirely right. I need to build off more, something. I was looking outside, but it is in me. There is someone inside. شخص داخلي. الرسالة غريبة. هذا حق شغلة من... ها حق هنا على طول. الايتم نفسه هنا بس نحتاج ننزل الى نطلع برا شو اسمه المبنى. بوم بالزبالة. هذه القطعة الثالثة. ما حسنا بتاعك. اوكي يعني جمب سكير هذي. ماني خفت انا بكذب. وين طلعني؟ انا طبعا ناسي وين انا. انا ما رحت من هذه الجهة صح؟ كويس اني ما جيت اصلا. انا ما في شيء هنا. اوكي خلينا نرجع الحين ونسوي لغز القطع النقديه بما ان حصلنا بنحصل الثالثه او حصلنا الثالثه بس نروح ناخذها الحين. اوكي ناسي وين انا. هذا نروح سيده على طول ونطلع. هل في مكان ما رحته؟ اتوقع اني سويت الشقة رقم 201. عندي الايتم حقها. دقيقة خلينا نشيك. عندي المفتاح. ايش قاعد اطلع يسار؟ أو في شيء على الأرض. أوه القطعة نزلت هنا. أنا فكرتها برا. قطعة المرأة. كده كده اللورة قبر. غريف ستون. خلينا نقرأ الحين ونشوف. أتمنى هاللغز أسهل من شو اسمه اللغز اللي قبله.
Okay. Negra. 3 bright coins and 5 holes B first. Holes B. First is the maiden underneath the tree. The wind from beneath the maiden doth blow. A beautiful flower alone has to grow. And here comes the man to sleek and so fine in the pale moonlight his eyes. Okay, أول شيء هي الأفعى. هادي. تالي على طول وراها المرأة. تالي وراها هذا. No. No. أوه المرأة تحت الشجرة. هذه الشجرة وراها على طول أفعى. الرجال وراها. يقولك يقولك the first said the maiden underneath the tree تحت الشجرة. The wind from behind the maiden doth blow. A beautiful flower alone has to grow. And here comes the man so sleek so fine in the pale moonlight his in the pale moonlight. الرجال مو هنا صدق الرجال هنا. الأفعى هنا ممكن أو هنا. أوه روتيت حليت واحدة. The man أوه شكلها مختلفة ترى تغيرت. The man doth approach his blade now revealed his face disappear shining still. Away from the man doth the maiden flee towards the flower. Okay, تغيرت مرة ثانية. Where once grew a flower, a venomous glee, where once was a maiden, but a stone doth be. الأفعى حين صارت نسويها أفعى. And over her grave the man doth remain. His blade never met the veiled serpent. Nice. Helena, the beast who sets teeth in her flesh doth bore. He who has failed, she who is no more. Oh, okay. وحصلنا مفتاح شقة 201. نايس غيروا اللغز يعني مو بس مرة تحطهم ينفتح كل شوية يتغير. نايس عجبني صراحة اللغز صير أبسط وأسهل. أوكي الآن نبغى نروح إلى الشقة 202. خلنا نركب الدرج ونروح طابق ثاني. اوكي هذا الطابق الاول هذا الثاني. دخلنا وين نروح الان؟ نروح كله سيدا. اتحرك ستأكد. يب نكمل كل سيدة سيدة ونوصل. اوكي هذا اول ما جينا صح؟ شكله هذا الباب من اول باب وصل شفته. شوف الباب سيدة. هذه هي الشقة. شقة نظيفة مرتبة غير باقي الشقق. الله حطوا هذا الشيء مرة مرتبة الشقة. باب أحمر قبل لا نقرب للباب
Oh. كاتسين. لا تقول لي هذا تبع ماري. ما تأثر أبدا أو لا تأثر تأثر الحين ندخل هالباب الأحمر الغريب. يقول لك under the other for the first time. other oh هذا عالم ال عالم الكوابيس. دخلنا عالم الكوابيس نسيت عنه أنا. العالم الثاني على قولتهم. ما عندنا خريطة طبعا. مو راضي يفتح الخريطة جيمس. أول تجربة بدون الخريطة. مو عاطني خريطة. مو راضي يفتح الخريطة أبدا. ماب. أنا مو موجود هنا. هذه هي الخريطة. بلو كريك أبار من هذا مبنى الثاني. أوكي أنا أشوف وين أنا. كان في باب وراي أنا مسكر. أنا جيت من هنا. هذا هو.
2008 من كده. انفجر يعني شايك نص الشقق اللي شيقنا عليهم قفلين. اوكي جدار انكسر. لان مين مسكر. لا هم سبب سبب. نرجع نشيك على المكان لأني مشيت وعبرت بس. ما شاء الله بس مو مقصرين في الرصاص. اوكي انا جيت من هناك. ليش هذا المكان صاير طبيعي؟ مو كأنه في عالم النايت مير. شقة هذي رقم كم؟ 204 203. ماس 202. عندي نفتحها. ام اون دور حرف الام على الباب. لا احنا الان في عالم الكابوس او نايتمير وورلد. وورلد قولتهم. ايه في باب ما شايف عليه وراء. أنا باب غريب. أوكي هذا بعد ينفتح شكله بس من جهة ثانية ممكن. ونحتاج مفتاح ما أدري. بس هذا مفتوح. 212 مفتوح. في صوت. الساعة هذه هي الساعة. اوكي يبغونا نحصل العود الثاني او شي ثاني نفسها سكوت والثاني. اوكي احفظ. هذا جديد جديد ما كان في الريميك. اوكي زي السجن. اوكي باب علي H. زي ما توقعت ما يمدينا نروح من هنا. طريقنا الوحيد هو هذه الجهة.
هروح مسكر الدرج. دخلنا 203 من جهة ثانية. لا حيوان. وين جيت انا؟ اقوله ما في شيء هنا. دقيقة بس خلنا نشيك. في باب ما شيكت عليه. او هذا يمكن الساعة. المهم انه ما يمديني اطلع من هنا صح؟ شيك قبل لا نطلع. كذيني لاحظ. فتح وين؟ للغرفة 200 او الشقة 205. سرير البيبي. اسمعك. وينك؟ ولي الاحظ ان هالحمير ذولا ينفجروا نفسهم او يطلقوا السم بعد ما يموتوا. تمام بدينا نطلع من هنا. اها احنا في الجهة الثانية صح؟ يس حين نقدر نركب فوق. اوكي. خلنا نتبعد عنها. متبعد؟ حي ها؟ بس خلنا نتأكد. في جدار ثاني وانا اكسر بس خلنا نشيك على هذا الباب. الخريطة صارت حمراء. هل من الدم هذا؟ في صوت. ليكون هذا الغرفة اللي تكون. وين انا الحين؟ اوكي. اكدت. المكان بده يدوخني طبعا. هذا مكان ثاني. طب ثاني من كذا الخريطة حمراء. دقيقة عشان لا اضيع. خلنا نرجع ويمكن ما كنا هنا. احنا في جدار هنا. لو كسرنا ونودينا
ودينا المكان نفسه اللي كنا فيه. اوكي الاصوات صايره مرعبه. افتح يا حبيبي افتح. اوه شوف الرصاص اللي عندي. هذا الباب مو راضي ينفتح. هل شيك عليه؟ اوكي خلينا نخليه نهوم هنا. كشفتكم هالمرة. اتوقع هالشقة ممكن تنفتح. يب. اوه كل فشقة بس امل. هذا مقفل صح؟ احنا كنا بديك الغرفة. اوكي هنا بس في غرفة خلنا نشيك عليها. تتوقع حي؟ نو ميت. اوكي نايس. نبغى نحصل مفتاح لغرفة 306. هذا سعد القريب يجيبنا هنا على طول. اوكي رسمنا السابعة. وش سويت في الخريطة؟ فيها راديو. دقيقة خلنا نشيك عليه. افتح الكبت بس. اوه راديو محلق بس مسكر ما اقدر نمسكه. اوكي ما اقدر اسوي فيه شيء. باب مقفل. اوه نحتاج ايتم. اسمع الموسيقى. ترى انا مره دايخ. دقيقة ارجع اطلع. كم بس فيها غاية. اوكي خلينا نروح من هالباب اللي حصلناه. اوه هذا الراديو اللي يطلع الموسيقى. كيف مربوط اصلا بالباب؟ ممكن نقدر نحتاج ايتم عشان ننزله. اوكي صار. ايه سكرت علينا النافذة. مفتاح 306. اوكي اوكي
ما نقدر ناخذه. اوكي ليش احد؟ اوكي احنا في مكان مألوف بس ما ادري وين انا. اوكي اوكي خلنا نروح 306 من هالجهه اتوقع. يا حمار نايس طفلت وين دخلت. وين راح كذا؟ سمعتك اجرب حتى. وين راح ابو الرجايل؟ خلاص جيمس عم باخذ الرصاص. جيمس اخذنا نايس. الحين عاد خلينا اتذكر في اي غرفه. بس اتوقع لو شيكت على الخريطه طلع لي اي غرفه. توخمت ضربه الراديو. لو شيكنا دقيقة بوم نروح شيدا. اوه تعاون ها؟ اوه شيت. هل يلحقوك؟ نو. اوكي حصلنا. هل بنزل الراديو هذا؟ اوكي. اوه عقرب الساعة. وين الساعة؟ كيف نرجع؟ والله نسيت. نسيت كيف. اوه انفتح لنا الباب. اوكي هذا اللي علي اتش صح؟ لا مو صح. كيف فتح لنا الباب اهم شيء. سكر هذا.
لازم ننزل من على الدرج. هذا هو باب الاتش. اوكي الحين مقفل. خلينا عاد الحين نشوف وين الساعة. الساعة يسار على طول الناس. وين العقرب الثاني؟ أنا أذكر إنك تفتح حتى على الدفها. Henry feared Scott. He run from him and hide. He fled to the west, to the other side. But here comes Mildred with a known intent. Scott lies face down, blind. ما حليناها طلعنا والله إحنا. عندنا الحين حرف ال H وحرف ال M. وما اقدر المس الساعة الان انا. مقفل. فتح. يوم سوينا الساعة الباب انفتح. H H حرفة هنري. اوكي ما فكرت فيها انا. وهذا يفتح وين يودينا؟ إلى مكان مسكر. لا يا جيمس. قرف. حصلنا حق دمنا. الباب القفل علينا. ما شاء الله. كلها ماما هذي. اوكي خلصنا هنا مفروض. هي ما شيكت على هالباب. نحتاج مفتاح. نحتاج شي ثاني بعد. اوكي فين احنا الحين؟
هل جينا احنا من قبل هنا؟ ليه قبل لا نروح هنا ما جينا من قبل؟ والله صراحة دخت أنا المكان يدوخ. إيش الجهاري؟ هذه أول مرة ندخلها. 211 إيش هذا المعلق؟ رأس ال شو اسمه الوزة. خلاص ما في شيء ثاني في الشقة دي. ليه دخلت أنا من الباب صح؟ هذا أوكي هذا اللي فتحته أنا. خلينا نرجع للساعة مرة ثانية. اوه دقيقة هذه أول مرة أجي. والله أنا ما خلاص ضايع مرة. إيه هذا ما جيناه. 209 عفوا؟ هذا مولفورمنت فيجر بارت جزء من شو اسمه مجسم شو اسمه هناك. والله اقدر اطلع حبيبي ما اقدر علي. باي باي. محتاج اخسر الامو علي كهرب. نايس. ليه يبغون نسوي بوم بوم كده صار وزة. مفتاح ومفتاح الأجنحة وهذا أكيد حق حرف الام صح؟ لا دقيقة هذا في باب هنا صح؟ مو حقه؟ حق هذا الباب. اوكي الحمد لله اني شيكت.
سوي طبة يا جيمس. هذا لغز شو اسمه القطع النقدية كاننا. قفل الباب. الباب قفل. في باب ثاني هنا يمين. اوكي يمديني اروحه. اوكي يعني نروح من هذه الجهة. الباب هذا مقفل. هذا المكان الوحيد اللي نروحه. الباب الأبيض. أنجيلا. Oh, it's you. Yeah. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. And you. You. We're all the same. I'm not like you. Sabdifai. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she hustle at him? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Oh. Well, I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Nope. Not yet. Her name's Mary. My wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She
بيقول لها انها ميتة. 3 years ago. اوه. ما اتوقع انه قال لها في اللعبة الأصلية. She's dead. Well, don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. My mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! Oh. I'm sorry. I've been bad. Please don't. سكين أنجلا وفي مفتاح Key of Resilience. Okay. في عندنا غرفة على اليمين مقفلة. اوكي هالمفتاح لوين؟ حصلت انا اوكي حصلت الباب الكبير ابو الباب. اوكي الباب اللي في نهاية شو اسمه الممر. هذا اتوقع المفتاح الى هالباب. انا متأكد من مساحة الصوت. اوكي في عندنا باب هنا مكتوب عليه اس سكوت. موسيقى اوكي ما ادري وين وش سالفة الاوراق الموسيقى هذي. غدار صورة ثانية فرضت قدا إلى الأبد مع بعض. رجعنا هنا مرة ثانية. اذكر دقيقة هذا حرف الام صح؟ الحين ما نقدر نفتحه. اوكي نروح للساعة مع عندنا العقرب الثاني
وين الساعة؟ الساعة هنا، اوكي، على اليسار. اس سنتين. نقرا الرسالة مرة ثانية. بروح اشيك على الحرف الام، لان بعد ما حطينا العقرب الاول فتح حرف الاتش، الحين مسكر هذا لان فتح. ماث هذا بالعربي، بالعربي ما ادري وش بالدقيقة. خلينا نروح نحط يدنا في الفتحة. صار شلون نشوف؟ اوكي، وين دخلنا؟ شقة 201، شقة الحشرات. اوكي، لحظة فهمت انا ايش يبغون نسوي. عدد الاجنحة ممكن 4 و2. شوف الوجه اللي على هذا الاصفر نفس اللي في القفل. دقيقة، واحد منهم هنا. لاحظ الرسم اللي عليهم، هذا 6 مفروض. اوه لاحظ نقطة وقمر، الاول قمر ونقطة، قمر 4 نقطة، 2 اوه نايس 3 7 3. يبغون نجمع كل الاشكال اللي عليهم وتالي نسوي البازل. اوه هذه الحفرة او الفتحة، الفتحة الغريبة. سيرش. اوه اخر جزء من الساعة. كانوا موجودين صح؟
Nice, okay. اوه وين حرف الاس؟ باب حرف الاس. الطابق الاول، كيف نروح الطابق الاول؟ نسيت. على الباب انساد، اوكي. اوه صحيح الدرج اللي هنا. الدرج المفروض يكون هنا، نروح الطابق الاول. اوه الان بنروح الى بيراميد هيد. المفروض اصلا قاتلناه في مكان يشبه هذا المكان، صح؟ في اللعبه الاصليه. هذا تصميم، اوكي هذا للذكرى. ها اس دور. اللي برا صوت بس أدوني راحت فيها. Okay. كذا غلبنا بيراميد هيد، طلعنا من الشقة. صوت الإنذار. اوكي كذا وصلنا الى، بوقف الحلقة هنا، اتوقع وقت مناسب اني اوقف الحلقة هنا. فأتمنى أن الفيديو عجبكم، إن عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وإن شاء الله بأشوفكم في الحلقة الجاية.